للمزيد ينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، آخر المعطيات لديك وآخر التحركات كذلك سواء على صعيد الإجراءات الحكومية أو إجراءات الجهات الصحية للتعاطي مع هذا الوباء؟ بهاء، اسمح لي بداية أن أبدأ بهذا الخبر العاجل، حيث أعلن مفتي تونس منذ قليل خلال تصريحات له بأنه لن يتم تحري هلال شهر رمضان بالعين المجردة وسيتم الاعتماد على الحسابات الفلكية. طبعا هذا الأمر أو هذا القرار والإعلان جاء وذلك للالتزام بالحجر الصحي الشامل وأيضا منع التجول الليلي الذي يسري في البلاد منذ أسابيع ضمن إجراءات الحجر الصحي الشامل ولمنع تفشي العدوى ما بين التونسيين. ربما هي سابقة الأولى من نوعها، وهكذا التصريح تفاعل معه التونسيين بشكل كبير منذ قليل. على كل الأحوال، بالنسبة لآخر المستجدات، وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة التونسية، تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 901 إصابة مؤكدة في كافة أرجاء البلاد، الوفيات 38، أما حالات الشفاء 170 حالة تماثلت للشفاء تماما وفق الصحة التونسية، التي أعلنت أيضا بأنها استلمت معدات جديدة وأيضا أدوات لاختبارات الفحص السريع لفيروس كورونا، وسيتم لاحقا توزيعها في كافة المدن والمناطق التونسية. بالنسبة للإجراءات التي أعلنت عنها السلطات التونسية، إجراءات الحجر الصحي الشامل وكذلك منع التجول، لكن بالنسبة لمنع التجول سيبقى مستمر هو والحجر إلى يوم الثالث من أيار المقبل، أي تمديد بأسبوعين. لكن اللافت بأن مدة حظر التجول الليلي سيكون بتقليص بساعتين، أي سيبدأ من 8 مساء بالتوقيت المحلي وحتى 6 صباحا من اليوم التالي، وذلك مع انطلاق شهر رمضان المبارك. وهناك أيضا ستكون وفق ما أعلن إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي، يعني سيكون تقليص تدريجي أو تخفيف ربما للإجراءات المشددة بالنسبة للحجر الصحي الشامل والاعتماد على الطرق الذكية، ربما الاعتماد هنا على الشبكة العنكبوتية وأيضا التكنولوجيا الرقمية. شكرا جزيلا من تونس مراسلنا ياسر دبابش.